مدينة طنجة بعد انتهاء هذا العرض ديال التويزة القيه راه قلوبنا كاملة مع أسود الأطلس، والنتيجة المتوقعة غدا إن شاء الله كما قال الله يذكره بخير الكراكي غنديروا النية وغادي نزيدوا لقدام إن شاء الله، واللي جاي يمشي. مثلنا كنخافوا لا من البرتغال ولا من كرواتيا، كنخافوا من الله، وقيل هذا العام الكاس ديالنا تيسير الله. داء ديال المقابلات اللي دازوا في الحقيقة ما تلاش فرق لا بيننا وبين البرازيل، تا حنا قدها وقدود إن شاء الله، غادي يكون غير التوفيق إن شاء الله، ما كاينش تخربيق. الأسود نقدروا نوصلوا لكأس العالم، مال كأس العالم عمرنا ما كلناه ولا عمرنا ما شتناه، يجي إن شاء الله. المغاربة وهم جيل التحدي، غنربحوا إن شاء الله، حنا غادي نعبيوها مش نعبيوها إن شاء الله، مربوحة إن شاء الله. ما شاء الله عليهم، حمرونا الوجه ديالنا، الله يحفظهم والله ينجيهم، الله يحفظ المغرب كامل، لان هاد الماتشات المربوحين غادي تكون الانظار على المغرب بزاف. الله يحفظ بلادنا، الله يحفظ ملكنا، الله يحفظ الاسره العلويه الشريفه ان شاء الله. واكيد حنا دائما مع الاسود، فين ما كانوا حنا مع الاسود، دائما مربوحه باذن الله. راه تحيه بعد الفنان ديالنا رشيد بالرياح اللي كيدعمنا حتى هو وكينحاضر مع الجمهور ديالنا، واللي هو كيقول لنا اغنيه ديال هيو مبروك علينا، هذه البدايه ومازال ان شاء الله غادي نربحوا البرتغال وغنتاهلوا للدومي فينال وغنتاهلوا للفينال وغناخذوا الكاس ان شاء الله. وغادي احنا هذاك الفريق الوطني ديالنا الله ينصرهم والله يعزهم غادي يفرحونا وغادي يفرحوا الشعب المغربي كامل والشعب العربي، لان الفريق الوطني مابقاش وطني ديالنا، هذوك اسود ديال العرب فرحونا وغادي يزيدوا فرحونا اكثر. وتحيه لهم وعاش المغرب وعاش سيدنا الله ينصره. فعندنا سابقه الحمد لله مع البرتغال بين ما درناها، وان شاء الله متفائلين وتفاؤل كبير ان شاء الله اللي غادي نكونوا الرباح ان شاء الله، اللي غنقدروا نتأهلوا لاول مره، وغيكون خير ان شاء الله مع هذه المجموعه المباركة السعيدة. وعاش المغرب، عاش الوطن، وعاش الملك. التوقعات ديالي حيت قبل كنا 3-1، ولكن دابا حيت مع الأقدمية كتكون شوية نقدر نقول 4-1 إن شاء الله. وعلاش لا؟ التفاؤل خيرا، وإن شاء الله نقدروا ندوزوا الدور الآخر، وهذا كيسرنا ان شاء الله. وعاش المغرب. المنتخب الوطني ان شاء الله 3-1. جمال قلنا حيدك الواحد. حيدك الواحد. 3-0. لا عسك 2-1. جمال. انا حيت واحد. رونالدو كيسمع. دائما الحمد لله ملي كنوصلوا يعني كيكون واحد شويه الارتباك، كما كيكونش انسجام. مي هذه المره هذه لاحظنا على ان المنتخب الوطني المغربي منظم بواحد الطريقه غريبه. اذا كيجبك الله خاسر ولا كيجبك الله هاجمين عليه، ولكن هو اللي فراسو. كامل الشغل ديالو. اللي كيلعبوا في المنتخب الوطني المغربي والد الركراكي عايشنا واحد الحياه اللي ما عمرنا عشناها، ما عرفين ماشي بينا، ما عرفناش احنا لحد الان. الركراكي ما مسنسينش هذه الفرحه هذه بزاف، بارك علينا صافي. ومرضي الوالدين. يلاه عنا. نعسك كمل كمل كمل. وان شاء الله يا ربي شوف، حنا كنا كنقولوا يا ربي نقول نغلبوا الكونغو الديمقراطيه باش ندوزوا لقطر. دوزنا قطر حتى حنا مع المجموعات قلنا يا ربي نغلبوا بلجيكا ويا ربي نغلبوا كندا ويا ربي نغلبوا دابا يا ربي غلب اسبانيا شنو لقينا لا تفرجتي ولا والبرتغال غنغلبوا ان شاء الله كاس العالم ديالنا شكون هيحل.